السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. بقالنا كتير ما عدناش نتكلم كده مع بعض، بس الفيديو ده بالذات أنا كنت تقلان عليه علشان أعيش أكتر في ألمانيا وأعرف الحياة أكتر في ألمانيا عاملة إزاي، بحيث إن أنا لما أتكلم عن المميزات والعيوب بتاعت ألمانيا أبقى فعلا عشتها وفعلا بديكوا حاجة حقيقية مش مجرد كلام. من أكتر الأسئلة اللي بتجيلي اللي ليها علاقة بالحياة في ألمانيا، هل الحياة سهلة ولا صعبة؟ إيه المميزات وإيه العيوب بتاعت ألمانيا؟ هل ألمانيا فعلا تستاهل السفر ليها وتستاهل البهدله بتاعت الورق دي ولا اشوف لي بلد تانية؟ انا فاكر كويس في نفس التوقيت اللي انت فيه دلوقتي وانا باوبتمايز ما بين المانيا وكندا، انا كان فكره السفر بس ان انا اسافر ادرس كانت موجوده، بس فين لسه ما كنتش مقرر. فانا عارف انت دلوقتي في المرحله دي، فالفيديو ده هيبقى مهم جدا علشان تقرر اذا كانت المانيا ولا بلد تانية، لان المميزات اللي هقولها لك دلوقتي هتخليك تحس ان المانيا دي احسن بلد في الدنيا، والعيوب اللي هقولها لك هتخليك يعني تروح تعيش على كوكب زحل ولا انك تيجي بلد زي دي. فهو القرار في الاخر بتاعك انت بني ادم ناضج كفاية انك تقرر اذا كانت المانيا ولا غير المانيا، بس انا وظيفتي ان انا احاول اوضح لك الصورة كاملة واقول لك على مميزات وعيوب مش كل الناس اتكلمت فيها. انا معرفش الناس ليه ما منشنتش الحاجات دي، بس مش كل الناس اتكلمت فيها، فانا هفوكس على حاجات اصلا الناس يعني تجاهلوها او نسوها او الله اعلم. قبل ما نبدا الاول عايز اجاوب لك كده على سؤال مهم، بحيث ان انا اكون جاي لك ايه من زي ما بيقولوا من ورا لقدام. هل اصلا السفر لالمانيا صعب ولا سهل؟ علشان لو هو صعب ومستحيل خلاص يعني مالوش لازمه بقى نشوف مميزات وعيوب، بس انا بقول لك الكلام ده ودايما بحب ابدا الفيديوهات بيها علشان دي بتخليك ايه تفتح لك دماغك كده. السفر لالمانيا يا جماعه وان كان صعب فهو مش مستحيل. خليني اقول لك ان انا في وقت من الاوقات كنت في مكانك دلوقتي حاليا وانا بتفرج على الفيديوهات دي كده، معنى انك انت اصلا بتتفرج على الفيديوهات دي فمبروك، انت بتاخد اول خطوه للسفر، مش شرط المانيا او للسفر عموما. شوف المانيا وتشوف كندا وتشوف استراليا وتشوف غيرهم، فانت كده بتاخد فعليا اول خطوه. بس دي اول نقطه عايزين نتكلم فيها، تقرر بقى المانيا ولا لا هو ده اللي هنقوله بعدين. انت لما تشوف المميزات والعيوب بتاعت البلد ايه، والله عرفت تتقبل العيوب بتاعت البلد تمام، عرفت ان المميزات بتاعتها حلوه قوي وكويسه قوي بالنسبه لك تمام، انت شخص واعي ناضج كفايه ان انت تقرر انهي بلد هتعرف تعيش فيها اكتر. يلا بينا نبتدي. طب عايزين نبتدي بالمميزات ولا بالعيوب؟ بتهيألي نقول المميزات الاول، لان قاعد نبدا بالعيوب. لو قلت لك العيوب الاول اصلا يعني هتقفل الفيديو ومش هتفكر في المانيا دي تاني، فيعني خلينا نجر رجل الزبون كده ونبدا بالمميزات. اول ميزه هي الكواليتي التعليم بتاع المانيا. المانيا عندها 380 جامعه ومؤسسه تعليم عالي، 40 منهم من افضل 500 جامعه على المستوى العالم. فلو انت من الناس اللي بتهتم بان الشهاده بتاعتها تبقى طالعه من جامعه زي اوكسفورد او الناس الاسامي الثقيله دي، فالمانيا هتبقى الوجهه رقم واحد بالنسبه لك. تاني ميزه وهو ان التعليم في المانيا مجاني زي عندنا في مصر كده، اللي هو انت مجرد بس بتدفع رسوم اداريه كده حوالي 100-200 يورو، يوم ما بتتمعظم او 300 يورو، بس دي حاجات زي رسوم اداريه كده بتدفعها للكليه زي عندنا في مصر. انما التعليم نفسه طبعا بتكلم على الجامعات الحكوميه، الجامعات الخاصه بتدفع فيها بال 20,000 يورو، ارقام فلكيه يعني في الترم الواحد. انا بتكلم على معظم الجامعات الموجوده في المانيا، المصاريف بتاعتها قليله والتعليم مجاني. ثالث ميزه واللي مش عارف ليه الناس ما بتتكلمش عنها، انك ممكن تيجي المانيا تدرس بالانجليزي. يا جماعه مش شرط خالص يبقى معاك الماني، الناس مخوفانا من الالماني والالمان ما بيتكلموش غير الماني بس ومش عارف. لا يا جماعه، الالمان لو هو يقدر يساعدك هيساعدك عادي يعني. فانت ممكن تيجي تدرس عادي بالانجليزي خالص زي ما انا ما عملت. انا جاي هنا ما اعرفش اي حاجه في الالماني، دلوقتي ابتديت اتعلم شويه واخد كورسات وبتاع علشان اطور نفسي وعشان الاقي فرصه كمان في الشغل بعد ما اخلص الماجستير، بس انا كنت جاي ما اعرفش اي حاجه في الالماني والحياه مشيت وبقالنا يعني حبه حلوين يعني. فانك تيجي تدرس بالانجليش دي حاجه موجوده يعني، حاجه مش لازم الماني. انا مش بقول ان الالماني مش مهم، لا يا جماعه الالماني مهم علشان بتحتاجه حتى في الحياه العمليه، وفرصه انك تلاقي شغل اصلا كطالب وانت لسه بتدرس بتبقى اكبر، وبتلاقي شغلانات احسن من الشغلانات الغلابه اللي زي حالاتنا كده اللي ما بيلاقوش شغل غير الناس ما بتعرفش لا تتكلم ولا يعني تبقى واقف في شغلانه بتعمل الشغل بتاعك بس ما بتتكلمش مع حد علشان يعني مش محتاج اللغه في حاجه، بس فبتلاقي فرص احسن انت لو معاك الماني. فانا هايلي ريكومند ان الناس تيجي قبل ما تيجي المانيا تكون متعلمه اصلا الماني. يعني مش هقول لكم تغلطوا، غلطتي انا مش شايف ان انا غلطان اصلا، بس
ندخلش في الميزه اللي بعد كده وهي ان انت اصلا كطالب مسموح لك بالعمل كبارت تايم 240 يوم او فول تايم 120 يوم، المهم يعني حوالي 1000 ساعه في السنه الواحده، وبحد ادنى الاجور 10 يورو. فانت بتقدر تجيب مصاريفك وتصرف على نفسك واكلك وشربك وسكنك وتامينك، بتعرف تصرف على نفسك حتى كمان لو انت زينا كده عامل بلوك ده اكاونت او حاجه زي كده، فانت بتعرف تحافظ عليه وبتفضل محتفظ بالفلوس بتاعه البلوك ده اكاونت دي. يعني هي ظروفنا احنا اللي كانت صعبه شويه بسبب الكورونا وكان في لوك داون وما كانش في شغل وبتاع، احنا كنا مضطرين ان احنا نفتح البلوك ده اكاونت ونصرف منه. بس خلاص يعني الكورونا خلصت والدنيا بدات ترجع تاني زي الاول، فرصه الشغل انك تلاقيه في المانيا يعني زي الاول تقريبا. الميزه اللي بعد كده مش عايز اقول لكم هي مهمه قد ايه، انا مش عارف هي ميزه ولا عيب بصراحه، بس هي عيب للناس العاديين مش الطلبه. الضرايب يا جماعه، الضرايب هنا بتوصل ل 40%، يعني لو انت بتكسب 100 يورو فهم واخدين منك 40 يورو كده ايه عافيه وبلطجه. الميزه هنا في الطلبه ان انت مش بتدفع ضرايب، ودي انت مش متخيلين دي ميزه قد ايه. حتى لو خدوا منك ضرايب لو انت بتشتغل كفول تايم فانت بتقدر ترجعها في اخر السنه، المهم طول ما انت تحت ال 1000 ساعه. يعني عشان ما ادخلكوش في تفاصيل، الطلبه مش بتدفع ضرايب، فبتبقى الحياه بالنسبه لهم احنا غلابه، احنا افقر ناس في المجتمع يعني الطلبه دول، يعني ماشيين كده جنب الحيطه. يعني الميزه اللي جايه هو بعد لما بتخلص دراسه سواء البكالوريوس او الماجستير، الدوله بتديك حوالي 18 شهر يعني حوالي سنه ونص تدور فيهم على شغل، بتديك اقامه تدور فيها على شغل. مش بيقول لك مثلا بعد ما تخلص يلا لم حاجاتك ولا، فبيديك سنه ونص، وممكن مع الحكومه الجديده يزودوا الموضوع دوت، بس هو حتى الان سنه ونص ان انت بتدور فيهم على شغل. اكيد في خلال السنه ونص اكيد ان شاء الله بتلاقي شغل وبتظبط اقامتك وبتبتدي تشتغل وبتدفع ضرايب بقى وياخدوا منك ال 40% اللي قلنا عليهم من شويه. الميزه اللي بعد كده بصراحه، بس دي مش في المانيا بس، دي في السفر عموما، وهي حاجه الناس ما بتش بتتكلم فيها، معرفش حد غيري لاحظها ولا لا، بس الايمج اللي البلد بتعملها لك. يعني ايه ايمج؟ يعني وانس ان انت سافرت اصلا مش المانيا بس، اي بلد بره، وراجع مصر في وسط ناسك واهلك واصحابك العاديين اللي لسه سايبهم بقالكش حبه، يعني الايمج اللي انت واخدها اتغيرت تماما، هم الناس بتبص لك نظره مختلفه. يا جماعه انا لسه الشخصيه المهزقه اللي لسه سايبكم من كام سنه، يعني مش ما اتغيرتش ولا حاجه، هو لسه ده انا لسه مهزق زي ما انا، انتوا بتعاملوني ليه؟ بتعاملوني بالنظافه دي؟ فانت بتاخد ايمج كده لما بتنزل مصر اجازه كده، بتحس ان انت يعني مهم في نفسك كده، مع ان انت لسه ستيل الشخص التافه اللي ده، بس هو هما بيدوك ايمج كده حلوه. والايمج دي في الحقيقه مش بس مهمه في ان هي بتديك يعني برستيجك وكده، لا لا لا، هي بتديك حاجه ابعد بكتير. سامحوني في الكلام اللي هقوله ده بس دي حقيقي، ان انت لو رحت تتقدم لواحده انت كحيان، انت هنا عايش اوريدي وما يعرفوش اللي فيها، انت عايش هنا طافح الدم اصلا وبتشتغل جنب ماشي جنب الحيطه ويعني شغل مفروم شغل ودراسه، فانت فعليا معدوم. بس لما بتروح تتقدم لحد وان كان عايشين في عيشه احسن منك، بيبقى لو انت بقى في مصر كده ما سافرتش ولا بتاعت ليه، قاعد بقى ابوها قاعد متجهز كده ويقول لها انا عايز شبكه زي بنت خالها ولا بنت خالتها شخر 100,000 جنيه، فلا وقتها تلاقي ابو العروسه جاب واطي، ما تفهمش جاب واطي ليه، مع ان انت كحيان برضو انت يعني ما فيش اي كواليفيكيشن زادت عليك، انت بالعكس يعني انت وضعك ساق اكتر، بس تلاقيه مديك ايمج كده وتلاقيه جايب واطي معاك، اللي هو عارف ان بنته هتسافر تعيش عيشه هو اصلا لا هو ولا جدوده عاشوها. فدي من ضمن المميزات بصراحه اللي محدش اتكلم عنها، معرفش يعني، بس دي في السفر عموما مش بس في المانيا، انا حبيت امنشنها علشان هي حاجه مهمه، علشان وانت بتدفع الفلوس وبتجهز ورقك للسفر سواء لالمانيا او بلد غيرها، تبقى عارف ان انت الفلوس دي انت بتنفست وبتوفر على نفسك فلوس كتيره جدا، يعني انت بتنفست في نفسك ان انت بتطور نفسك في سواء الحاجات اللي هتتعلمها في السفر عموما الحياتيه، ولا الماجستير اللي هتاخده، ولا الشغل اللي هتتبهدل فيه وهتتعلم فيه حاجات عمرك ما كنت هتعرفها وانت قاعد في البيت، كمان بتوفر على نفسك ان انت لو كنت في يوم من الايام عايز تتجوز ابتسام، فانت لا ابتسام دي بالنسبه لك كده ايه لا يعني بقت اقل منك، فانت عايز تتجوز مثلا هايدي، فاهمني؟ يعني خلاص انسى ابتسام وخليك في هايدي. فالسفر بيعمل الايمج دي، ودي حاجه انا كان لازم امنشنها في المميزات بتاعت السفر عموما. يعني الميزه اللي بعد كده واللي انا شايف ان هي من اهم المميزات اللي موجوده في المانيا، هو يعني شيء بالشيء يذكر بقى، طالما قلنا الضرايب وان الدوله بتاخد منك فلوس، خليني اقول لك الدوله بتاخد منك فلوس بس بتديك ايه. هنا يا جماعه التامين الصحي من افشخ الحاجات اللي اتعملت في الكوكب كله مش بس في المانيا، انا نفسي التامين
التأمين الصحي ده يتعمل بنفس الكواليتي بتاعته في مصر. كواليتي التأمين الصحي بتخليك عايش فعلا مرتاح. وانا هنا بصراحة عايز احكي حكايتين، يعني النقطة دي بالذات عايز يعني اخد راحتي فيها شوية، معلش تسمحوا لي. يعني اول قصة عايز احكيها، اول ما جيت، وانا انت عارفين المصريين دايما يحبوا ايه يستنصحوا كده على الناس، فاول ما جيت كنت عامل اصلا تأمين في مصر يغطيني 6 شهور، فقلت بقى ايه خلاص انا مش هعمل تأمين غير لما التأمين بتاع مصر ده يخلص، وبعدين بقى اعمل ايه تأمين بقى ايه من يعني عشان ما ادفعش. انا بدفع له في الشهر 100 وشوية، ده للناس اللي تحت ال 30 سنة، اللي اكتر بيدفعوا اكتر او ضعفين او 3 اضعاف، يعني مش عايز ادخلكم في التفاصيل. المهم يعني كنت عايز اهرب في الاول واني ما ادفعش التأمين الصحي ده. فلما جيت اعمل التأمين الصحي مع التيكو لقيتهم عايزين يدفعوا لي من اول ما دخلت المانيا. قلت لهم كان تهبلوا ولا ايه؟ لا ده شركات التأمين متنطوره في كل حته، يعني تعملوا لي من دلوقتي انا مش عامل معاكم. ردوا عليا رد كان واحد خبطني شلوت في وشي كده، قال لي حضرتك لو كان حصل لك حاجه في الشهور اللي فاتت دي البلد ما كانتش هتسيبك. عرفتش ارد حقيقي، ما عرفتش ارد، اللي هو يعني وكان فتره الكورونا كمان، يعني البلد اصلا كانت في وضع زي الزفت. ف حسيت كده اللي هو يعني لا، هو مش شركة بس اللي في ظهرك، هي بلد كاملة في ظهرك. فحتة التأمين اللي انت بتعيش وانت مطمن، انت مطمن على حياتك، على حياة اهلك ولادك، يعني لو حد فيهم لا قدر الله تعب انت مش مضطر تدفع 150,000 جنيه في الريسبشن علشان بس يقبلوا له هو يعمل عملية لا قدر الله. لا مش قصدي امنشن مصر في حاجة، بس الكلام ده موجود والكلام ده بيحصل للأسف. وحتة الامان انك تبقى مطمن على ولادك دي لا تقدر بثمن على فكرة بجد. انت لو حصل لك حاجة في يوم من الايام مجرد ما الاسعاف هتيجي تاخدك خلاص شكرا، هم هيتكفلوا بكل حاجه. لو محتاج تعمل عمليه على كوكب المريخ هم يسفروك تعمل عمليه على كوكب المريخ. فاحساس ان الامان في التامين الصحي ده حلو، حلو جدا. كمان الموقف التاني اللي عايز احكيه واللي خلاني ادفع للتامين الصحي وانا صدري منشكح كده، هو موقف حصل اول ما جيت مع واحد صاحبنا فلسطيني مامته مصريه باي ذا واي. كان جات له كورونا، بس جات له كورونا بقى من الكورونا اللي هي ايه بقى اللي بتدمر. جدار الرئة بتاعه كانت فشخ، والرئة كانت داخلها دم ومش عارف ايه، كان فعليا ميت. المشكلة مش في انه قعد 3 شهور يتعالج من الكورونا، او ان هم فضلوا قاعدين حاطينه على اجهزة وبيحاولوا ينقذوا حياته 3 شهور علشان يعني خلاص كان مات. لو عندنا كان مات معلما بقى وخلاص وخلصنا. لا يعني هو فعليا كان وظايفه كلها باظت والرئة فعليا باظت. لا فضلوا قاعدينه 3 شهور على الاجهزة حد لما بقى كويس. وبعد مش دي الفكرة، الفكرة ان هو في خلال الفترة دي تأمينه الصحي كان بيدفع السكن بتاعه وبيدفع مرتبه كامل وكل حاجة ماشية اكنه بيشتغل وزيادة كمان. التأمين كافير كل حاجة، مش بس كافير علاجه، هو بكافير كمان شغله وسكنه واكله وشربه كل حاجة. فهو ده اللي انا بقولك عليه، ان هو انت ما انتش شاغل بالك بحاجة، انت ما انتش شايل هم. التأمين الصحي مديك امان، اللي هو انا في ظهري بلد كاملة، مش شركة او حد، بلد كاملة في ظهرك. لو حصل اي حاجة لا قدر الله فانت هتلاقي التأمين بيكفر. طبعا لو انت عامل تأمين كويس، يعني ما تروحش تعمل تأمين برايفت جايف كده ب20 يورو وتقول لي ده تأمين. لا انا بتكلم على التأمين الحكومي، التأمين اللي هو الجامد. يعني نيجي للميزة اللي بعد كده، وهي اللي بصراحة بشوفها من المميزات الحلوة قوي، هو الرحمة بالحيوان. هنا ما بتلاقيش قطط شوارع ولا كلاب شوارع ولا اي حاجة ماشية في الشارع كده هبالة. يعني مش بس الحيوانات الأليفة، لا هنا الاهتمام بالحيوانات عموما او بالطبيعة عموما. لو فاكرين اول فيديو عملته اول ما وصلت كنت مصور لكم كده على شجر بيوت اللي هي البات هاوس، اهو في واحد ورايا اهو مش عارف شايفينه ولا لا، اهو ده. علشان الخفافيش بتستخبى، عاملين لهم بيوت كده على الشجر علشان الخفافيش تستخبى فيها من الشتاء. فيعني انتوا متخيلين هم مهتمين بالطبيعه قد ايه؟ يعني عندهم الناتشر دي حاجه فشيخه، حاجه عظمه. يعني اصلا ترتيب البريورتي بتاعت البلد هو اهم حاجه يعني في البلد الاطفال، بعدين الست الحامل، بعدين الستات، بعدين الحيوانات والكلاب والقطط والحاجات دي، بعدين الرجال. فيعني هو ده السيكونس اللي الناس بتخاف تقوله، بس هي الحقيقه بتقول كده فعلا. مش معنى كده ان الرجاله مهضوم حقهم، هم لهم حقوق برضه، بس حقوق الكلاب اعلى مننا سيكه. يعني لو قعدنا نعد في المميزات بتاعت السفر عموما مش بس المانيا هنطول شويه. فاحنا نقفل المميزات على كده ونخش في العيوب اللي هتخليك تفكر 1000 مره قبل ما تسافر المانيا. ما تنساش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت تحت لو انا نسيت حاجه من ما قلتهاش او عيب او ميزه ما اتكلمتش عليها، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات علشان باقي الناس تشوفها. والسلام عليكم. Tschüss.